سالفتك يا جمعة انت؟ ايش فيك؟ كل شوي بنتحر بنتحر، وايش فيك؟ يا اخي كيفي؟ ما عليك شغل؟ وش حاشرنك في الموضوع؟ شلون مالي شغل؟ انا قاعد اياك في غرفة واحدة يعني اخليك تنتحر؟ ها تخاف يعني؟ اطلع برا عندها تشوف. شلون ما اشوف يعني؟ اذا ما شفتك انا غيري بيشوفك، انت ما تشوف ربك يعني ما يشوف غيرك. وش السالفة؟ وش فيك؟ بتنتحره؟ صح انت تنتحره؟ تعرف يعني وش انتحره؟ لا ما اعرف انتحر يعني اتغدى. ايه بنتحر؟ ايه انت صاحي انت؟ خلك يا الصاحي عاد خلك. اوف عطلتون عن المهمة عطلتون. يلا قوم طلعوا برا. استهدي بالله استهدي بالله. يلا قوم طلعوا. لا اله الا الله استهدي بالله عاد. هو قوم طلعوا تأخرت على الانتحار، كان الناس تتجمع برا تلقفني. قوموا قوموا. ليش تأخرت على الانتحار؟ شوف نشرت اخبار انت يا اخي. اذا بتنتحر اطلع في غرفة ثانية وانتحر، لا تغربلني وياك. والله عطلتوني والله عطلتوني. اقول لكم شباب شوفوا نمشي خلوا شوي يهدى بعد بس خلاص خلي 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 سكتت بالرجال. انا اخوه صراحه بس خلي خلي ولي هل بخلوني سوق انت حب ايش فيك؟ لوحدي كان انا بنت حب انا ما اموت. لا خلاص ما بنت ما بنت حب ما خلوا واحد ينتحر على راحته كيفي. بعدين هذا وش نسوي فيه؟ ننام عنه مشكلة. The world will sleep, but hunger will not wait. For promises we made, we share one soul, we share one love, we have one time to understand. We are one human kind, brothers side by side. We'll have no regrets, we will not forget. We are one human kind, sisters side by side. وخلي واحد في حاله. يا جماعة وش تبي؟ ممكن آخر وقت وياك في الكلام.
وش تبي؟ وش سالفتك انت؟ كل يوم تفكر في الانتحار، وش صايد انك؟ ليش بتنتحر؟ شو السبب؟ تبي تعرف السبب؟ اي وش السبب؟ مو راضي عاطين للجمعية. في الجزائر جل المنتحرين يبحثون عن لفت الانتباه والانتقام من النفس، وبهذا يعبرون عن احتياجاتهم. وفي نفس البلد انتحرت طفلة في العاشرة من العمر لأن خالها لم يخرجها في فسحة. بس عشان إيه؟ الجمعية بتنتحر؟ ايه تبي تأكد عشان الجمعية؟ ايه يا أخي ما حد ينتحر عشان جمعية، ولا الفلوس تسوى انك تنتحر بعد؟ مو القار عطيني آخر واحد. آخر واحد تبي في الوسطى؟ نحطه في الوسطى اتصل للشباب؟ لا أبي الحين. تبي الحين وش تجيبك انت في مكة الحين؟ الجمعية في الديرة هناك. أنا محتاج انها خلاص، أبيها. تبي كم انت؟ محتاجة كم؟ الجمعية 300 دينار. أعطيك 10 دينار الحين عشان رجعتنا. لا رجعة. غريبة الرجال، انت قاعد في الطنة تدري انا بروح. تعال يا جماعة. طيب يا غلي خلف انتحار، لا حاجة ودي لا حاجة ودي. والله حالة هذه يا ناصر، شوف لك حلو إياه. خلي انتحر ولا تدخل. لحظة انت بتنتحر في ايهم؟ فهذا لا، هذا للأحمر، انتحر في مال الحليب. تدري فتحتوا الانتحار، الواحد ما ينتحر على كيفه. الله، هذا البرج اللي بيجيب على تاليته. عليك به يا جماعة، عليك به. ما تسوى الشغلة، ارجع احسن لي. خلي يا يابا، والله هذا بلش في اخو، انا جاي عمره هاي فوق ابي ظهر كله عن ايد، هذا مو العمره. ليش انتهيت؟ امش خلي هو تم يقول لي بحن مالك شغل. مش يعني مو راضي عارفين تبعي بعطيك اياها انا. هاي لو صبتي تشير منظمة الصحة العالمية أن كل محاولة ناجحة للانتحار تسبقها 20 محاولة فاشلة. ألو، هلا ناصر. ناصر لم الشباب كالعادة وتعالوا لي الغرفة بعد. تعالوا الغرفة. مالك خص، لا تحشر روحك في السالفة. توصني علدك والله بالوابه. ليش نادى؟ يلا يا ناصر كالعاده، شوف سالفته. وش عندك؟ بكل مره قلت الجمعيه، هالمره بعد وش يعني؟ لازم واحد يقول لكم السبب. وش اي بنعرف وش. انا متقدم 72 وحده ما رضوا خدوني. وش السالفه؟ وانت مشاكلك ما تخلص له لمتى؟ والله عديت هالرجال، لو انا منه انا اللي انتحر. والله صدق فكره حلوه، ايش رايك تجي تنتحر وياي؟ لا سوي انتحار جماعي، بعد فكره احلى احلى واحلى. في العام 1978 انتحار جماعي لطائفه جونستون الدينيه، وعددهم 918 من اعضاء معبد بيبلز تمبل، وهي طائفه دينيه امريكيه. شوف انت يا ابو محمد، يمكن بعد يحترمك، ما اشوفه يحترم احد هذا. وانتو ايش عرفكم اياه؟ خلني ينتحر، هذا مو بس 70، حتى 100 ما حياخذ. هلا
تعبنا. انا تعبان يا عم تعبان. انا طفشت ازهقت ازهقت. تعرف ازهقت ايه؟ انا غلبان يا حكا غلبان. عاوز انتحر. لا يا رب. الانتحار يختلط فيه عدد من الأحاسيس، منها الانعزال، اليأس، الاكتئاب. منها يشعر بألم انفعالي لا يطاق، ولا يوجد حل سوى الانتحار. هناك مليون شخص يلقون حتفهم سنويا جراء الانتحار، أي بمعدل منتحر كل 40 ثانية. من الممكن أن يرتفع عدد المنتحرين من مليون إلى مليون ونصف سنة 2020.
Hunger will not wait for promises we make.